فيكتور أغا أحد أبرز أذرع العصابة القطرية لنشر الفوضى والخراب، باكستاني الأصل، لكنه يتخفى خلف هوية رجل أعمال لنشر فساد الحمدين. جواز سفره الدبلوماسي سهل حركة تنقلاته بالمنطقة. تسلل إلى صنعاء بحكم ملكيته لمجموعة دوحة للتأمين التي تعمل في اليمن كغطاء لنقل الأموال للحوثيين. ساهم في تمويل الإرهاب بتونس عبر شركته السياحية لاسيغالا من خلال إقامة مشروعات ضخمة تزامناً مع صعود الإخوان. نقل من خلالها الأموال القطرية لحركة النهضة لتمكينها سياسياً، فكافأته بمنح الجنسية لنجله التي حرم منها القطريون، وإرساله كأول عربي لكلية ويست بوينت الأمريكية ليقود بعدها نخبة الجيش القطري، ومن ثم إدارة فرقة عسكرية من المجنسين لقمع القطريين. تنظيم الحمدين يكافئ عصاباته لضمان الولاء لسياساته المنحرفة.